هنعمل دلوقتي اخر وصفه ان شاء الله يا رب تعجبكم، وصفه اقراص التونه بالبطاطس. حلوه جدا جدا، لذيذه وسهله قوي، ان شاء الله تعجبكم. بصوا معايا تقريبا نص كيلو من البطاطس المسلوقه المهروسه، تمام؟ نص كيلو ده تقريبا ثلاث بطاطسيات كبار كده حلوين متقشرين، تمام؟ عايزه تسلقيها بحالها وبعد كده تهرسيها تقطعيها وتسلقيها براحتك خالص، احنا عايزينها مسلوقه كده سلقه ايه محترمه مهريه كده، واحنا بندوس عليها بالشوكه نلاقيها تمام، اوكي. ومعاها بقى علبه تونه، علبه التونه بنصفي منها اي زيت او اي حاجه فيها خالص، وبنحتاج بس ايه لحم التونه معانا. ومعايا معلقه صغيره من الملح، فلفل اسود، معايا معلقه صغيره من الثوم البودره، تقريبا 3 معالق كبار من البصل الاخضر المتقطع صغير، ممكن نستبدله بالبصل الاحمر العادي، بس هو البصل الاخضر هيبقى لذيذ في الوصفه دي اكتر لو متوفر يعني. هنحتاج بقى كمان معلقتين كبار من البقسماط، ومعايا كمان زيت للتحمير، وهنحتاج بقسماط تاني لتغليف الاقراص دي، يعني احنا هنحتاج بقسماط في حالتين، بقسماط جوه الخلطه وبقسماط على الوش قبل ما نحمرها في الزيت، او ممكن ندهنها بالفرشه وندخلها الفرن، يعني في جميع الاحوال هتبقى ظريفه جدا ان شاء الله تعجبكم. عايزه اجيب بوله بقى كده اهو هنا كده، ونحط بقى ايه البطاطس، يا بطاطس يا حلوه اهو مسلوقه ومهروسه وظريفه جدا كده. هحط عليها الملح والفلفل، ملح وفلفل، هنحط الثوم البودرة، الثوم البودرة هيعملها طعم ظريف قوي. هنحط تقريبا معلقتين كده كبار او معلقة كبيرة من البقسماط، وهنحط البصل الاخضر زي ما اتفقنا، ممكن نستبدله عادي بالبصل الاحمر ومتقطع صغير، وايه والتونه زي ما اتفقنا هنعصرها تماما من اي حاجه خالص علشان مش عايزين الزيت بتاعها ولا اي حاجه كده اهو. وايه هعجنهم بقى كده، هخلطهم ببعض كويس. عايزة ايه اشغل النار هنا على الزيت. بصوا اول ما تعجنوا كده مع بعض خلاص تمام، هو ده اللي انا عايزاه. تقدري بقى تعمليها صوابع، تعمليها اي شكل انت تحبي، انا هعملها كده اقراص، ممكن تعمليها برضو اقراص صغيرة كبيرة برضو على مزاجك كده اهو تمام، قرص كده رفيع، عايزه تتخنيه اكتر من كده برده مفيش مشكله. خلي بالكم الحاجات كلها يعني ممكن دي ممكن تتاكل كده اصلا من غير ما تتحمر ولا حاجه، فما تقلقيش منها في حاجه، فلو تخنتيها هتبقى برده حلوه جدا زي ما انت عايزه. وبعد ما بنعملها بالشكل ده تعالوا نعمل كده كام واحده اهو، ادي واحده، نعمل واحده كمان، هنقوم ايه مبطنينها كده على الناحيتين بالبقسماط، فاهمه قصدي؟ بس كده وفي الزيت على طول اهو، قرص كده. يفضل طبعا انها تتحط في الثلاجه، بتفرق جدا، تخليها متماسكه اكتر وبتبقى مقرمشه اكتر، بتبقى جميله، بتبقى احلى. اهو معايا بقسماط، هقوم ايه زقاها كده في البقسماط من الناحيتين، بصوا اهو كده كده اهو بهذا الشكل الظريف كده، ونعمل دي كمان، ودخليها التلاجة من فضلك 10 دقايق مثلا، هتفرق جدا. العشر دقايق دي هتخليها وقت التحمير اظرف بكتير. لو مش عايزة تحمريها قوي ممكن في طاسة فيها بس معلقة زيت وتعمليها زي البان كيك كده، يعني تاخد لها لسعة، بس ساعتها بقى هتلاقي الحروف مش واخدة لون، بس برضو بتبقى حلوة، او تحمريها في زيت غزير بتبقى برضو ظريفة جدا. عايزة تحط لها مع الخلطة دي جبنة، جبنة مبشورة، اي حاجة هتبقى حلوة قوي، لو جبنة بالذات الجبنة الرومي هتبقى ظريفة جدا، او الجبنة الشيدر تحفة. بعد ما بتطلع من التلاجة بقى بتبقى على طول في الزيت، ان شاء الله يكون الزيت سخن اهو يعني ها،
وتقومي حطاها يا دوب بس تاخد لون، لان زي ما اتفقنا اصلا البطاطس مستويه والتونه بتتاكل مستويه عادي مفيش مشكله منها، وكل التوابل اللي احنا حطيناها والحاجات، فايه يا دوب بس تاخد لون ظريف وتبقى جاهزه زي الحلوه اللي احنا عاملينها هناك دي. استاذ احمد برضو هيجيبها لنا طبعا دلوقتي حالا عشان تشوفوها كده اهو. ايوه ظريفه خالص، ان شاء الله يا رب ايه تجربوها وتعجبكم. انتوا عارفين بقى ايه لازم ليا تاتش كده، تاتش البقدونس ده هنا كده اهو على الوش كده وبس خلاص.